السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الخاصة لقراءة الحادث الإجرامي الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع العرضي بالعاصمة صنعاء، لقراءة ما وراء الحدث وما هي تداعياته وأبعاده. معي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا أستاذ عبد السلام، بداية كيف تقرأ ما جرى اليوم؟ أعتقد أن ما جرى اليوم هو جزء من مسلسل كبير في استهداف المؤسسة العسكرية بشكل عام، ولم يأتي هذا الحادث منفرد، فقد سبقته حوادث استهداف وزارة الداخلية، وأيضا استهدفت وزارة الدفاع من قبل، واستهدف مبنى الأمن القومي، طيب. استهدفوا عسكريين الأمن المركزي، واستهدفت منطقة عسكرية، المنطقة العسكرية الشرقية. لماذا هذا الاستهداف إذن أستاذ عبد السلام؟ طبعا هناك عدة سيناريوهات، لكن الأهم هناك توجه لتفتيت المؤسسة العسكرية على أساس يسهل السيطرة على البلد خلال الفترة القادمة. لكن الأقرب، يعني السيناريو الأهم الذي هو يهمنا الآن، هناك هذا جزء من مسلسل انقلاب، وهذا ليس الأول ولا الثاني ولن يكون الثالث. ومسلسل الانقلاب مستمر، محاولة فاشلة للانقلاب على الرئيس عبد الرب منصور هادي، هناك محاولة لإسقاط نظام هادي بطريقة إرهاق الدولة عن طريق المؤسسة العسكرية، وإرهاقها عن طريق الجانب الاقتصادي والمعيشي لليمنيين. طيب، يعني من قائد هذا التوجه؟ أنت تتحدث الآن عن توجه لتفكيك المؤسسة العسكرية، من الذي يقود هذا التوجه نحو هذا الاتجاه الذي تتحدث عنه أستاذ السلام؟ يعني حتى لا نجازف في اتهامات الآخرين، نقول من المستفيد من ما يحصل الآن؟ طبعا من يستفيد من إنهاك الدولة وإرهاق الدولة وإسقاط الدولة هم جماعات العنف المسلحة في البلاد. والمتمثلة؟ جماعة العنف، خارطة جماعة العنف المسلحة في البلاد واضحة جدا للعيان. نحن لدينا الحراك الجنوبي المسلح في الجنوب، ولدينا تنظيم القاعدة في المناطق الوسطى، ولدينا الحوثيين في المناطق الشمالية، ولدينا جماعة المصلحة المسلحة التي كانت هي ترتبط مصالح مع النظام السابق ولم تستفيد، وهذه أيضا جماعة عنف أصبحت لها امتداد. لكن الرابط بين هذه وجماعات العنف المسلحة هو أن تحركات هذه جماعة العنف المسلحة مخطط عن بعد من خلال غرفة واحدة، بالدليل أن اقتحامات المؤسسات العسكرية لا يمكنها أن تتم بسهولة إلا إذا كان هناك معلومات استخباراتية دقيقة وهناك دعم لوجستي، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقدم هذا الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية ما لم يكن جزء من المؤسسة العسكرية. ونحن نعرف من هو الجزء الموجود في المؤسسة العسكرية، الجزء الموجود هو النظام السابق، لا زال موجود في المؤسسة العسكرية، وهذا للأسف يأتي من باب التساهل القيادة السياسية حاليا في مسألة ضرب يد من حديد على هؤلاء خلال الفترة الماضية، في محاولة لعمل توازنات سياسية داخل الحوار الوطني لعدم إفشال الحوار الوطني أو لمنعهم من الانسحاب من الحوار الوطني. نعم. لكن نحن على وشك نهاية الحوار الوطني، ليس أمام الرئيس هادي إلا أن يضرب بيد من حديد. نعم، سنأتي إلى هذا الموضوع أستاذ. حادث الإجرامي الذي حدث اليوم، بصمت من؟ في أي خانة يمكن أن نصنف الحادث الإجرامي؟ يعني ما هي البصمات التي تحمل هذا العمل الإجرامي؟ خلينا نستبعد الحراك الجنوبي المسلح الآن. لماذا؟ لأنه يعني عملياته أكثر في المحافظات الجنوبية، وقد يكون هناك يعني دعم من باب التنسيقات، لكن غير واضح جدا كجانب رسمي. هناك محاولة لإظهار المسألة بأن تنظيم القاعدة وراءها في عملية السيارات المفخخة قبل الاقتحام، وهذا يعني حسب التكتيك المستخدم في عملية الاقتحام. نعم، هذا التصور يستبعد تنظيم القاعدة حاليا هو عملية الهجوم التالية للتفجير. لو كان هناك سيارة مفخخة فقط كنا نقول تنظيم القاعدة، لكن عملية الهجوم العسكرية هذه تعطي أن هناك جهة أخرى معنا، جماعتين، جماعة النظام السابق والحوثيين. الآن استبعدنا تنظيم القاعدة، هناك من يدعم ما يدعم أن الحوثيين لهم دور في عملية الهجوم على المؤسسة العسكرية هو عملية إطلاق الرصاص من البيوت المجاورة من صنعاء القديمة على منطقة العرضي أو هذا المعسكر الأهم طبعا. وهذه المنطقة هي منطقة طبعا خاضعة من وليس لا نقول خاضعة، تم شراء كثير من المنازل خلالها،
وهناك تقريبا كثير من التسريبات تشير إلى أن الحوثيين لهم دور في عملية الاقتحام، وننتظر نحن التحقيقات. لكن واضح جدا بصمات النظام السابق والغرفة الاستخباراتية التابعة لعلي عبد الله صالح واضحة جدا في هذا الهجوم. نعم، اسمح لي أستاذ عبد السلام أن أخذ عبر الهاتف المحلل العسكري عبد محسن خسروف. سيد محسن، بداية أنت كيف تقرأ، كيف تنظر إلى ما حدث اليوم من الزاوية العسكرية؟ هذه مع الأسف يعني عملية تشير بوضوح إلى اختراق أمني جدير بالاهتمام، خطير يعني، خاصة وأنه نال أو طال الرأس القيادي للمؤسسة الدفاعية. و الرسالة واضحة للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية التي تتحاور من أجل إخراج البلد من الأزمة السياسية، بأن ربما أن ما يعمله هو نوع من العبث، وأن ما نريده نحن طبعا، وهذا على لسان المسؤولين عن العملية، هو الذي سيمشي. ورسالة واضحة إلى الأخ رئيس الجمهورية بأنه عليك، يعني رسالة واضحة له بأنه مهما عمل ما يراد لليمن أن يعني العودة إلى المربع الأول العمق هو سيكون. ورسالة واضحة إليه تبين أن مؤسسته الدفاعية مخترقة، وأن السلطة ما زالت يعني مطمع كثير من القوى ومراكز القوى. طبعا أنا الأستاذ عبد السلام على عيني رأسي أحترمه، لكن هذا ليس أسلوب الحوثيين يعني. نعم. أستاذ محسن، نعم، أنا أستبعد أن يكون له علاقة بالموضوع. التنظيم القاعدة يستخدم نعم. أساليب أخرى. أستاذ محسن، هو ضيفي هنا في الاستوديو، هو استبعد أيضا أن يكون الحراك الجنوبي المسلح، وأيضا هو لم يتحدث صراحة عن الحوثيين، وإنما قال يترجح ذلك وسينتظر التحليلات. إلى أي مدى يمكن يعني أن نسميه اختراق للمؤسسة العسكرية والدفاعية بالذات للرئيس هادي؟ الى المدى الذي تم فيه ادخال سياره الى جوار المستوصف الوزاره وتفجيرها، عاد في اكثر من كذا مدى. الى المدى الذي يتم فيه اطلاق نار بعد التفجير، الى المدى الذي دخلت فيه السياره وعليها 20 مسلح الى داخل الوزاره. اي لو لم يكن هناك يقظه في وزاره الدفاع من الحراسه الاصليه اللي هم مؤتمرين عليها، لكانت النتيجه اكثر كارثيه من هذا. طيب، وانا اعتقد ان رد الرئيس عبد ربه منصور هذه بحضوره الى مبنى الوزاره، نعم، ومتابعته العمليه والاشتباكات ما تزال جاريه، يعطي يعني بصيص امل ان هناك انه يمكن ان يتحسن الحال وتتغير الحاله الامنيه القائمه باختيار الادوات الامنيه واعاده النظر في ملف الدفاع والامن بشكل واضح. نعم، لماذا برايك فندم محسن، لماذا اختيار مؤسسه او مجمع مبنى العرضي؟ يعني لماذا هذا المجمع بالذات هو من تعرض للمرة الأولى في الهجوم والآن يتعرض لنفس الهجوم؟ لماذا هذا المجمع بالذات؟ الرأس القيادي للمؤسسة العسكرية، كيف تريد أن أكثر من كذا؟ الرأس القيادي العقل المفكر لإدارة المؤسسة العسكرية، المؤسسة الدفاعية، موجود في هذا المبنى. الاختراق السابق اللي حصل بحوالة السابقة في 15 أغسطس 2012 كانت معلومة ومصدرها معلوم، والذين قاموا بها هويتهم معلومة، لكن هذه العملية هي أكبر من كذا بكثير. هذه العملية تستهدف بشكل واضح إظهار الرئيس عبد الرب منصور هادي بمظهر العاجز، والحكومة بمظهر الفاشلة، والجهات الأمنية بأنها غير قادرة على أن تعمل شيء ولا أن تحمي حتى مبنى وزارة الدفاع. هذه الرسالة رسالة خطيرة، ينبغي أن يقف المختصون أمامها وقفة جادة إيجابية. نعم، صحيحة، ويعطوها ما تستحق من الاهتمام. نعم، سيد محسن، يعني برأيك هل استطاع أو يعني المجرمون الذين حاولوا اقتحام مجمع العرضي، هل وصلوا إلى الهدف الذي أرادوه؟ ربما أنهم حققوا بعض مما يريدوا، لكن محاولة السيطرة على الوزارة فشل ذريع. هم كانوا يريدوا أن يسيطروا على الوزارة بشكل تام. نعم، إدخال السيارة المفخة، إطلاق رصاص، تفجير، سيطر على مكتب الرئيس والقائد على قوة المسلحة الوزارة بشكل عام، ثم ابتزاز. هي طبعا لم تؤدي إلى إسقاط النظام، لكن كانوا سيبتزون الدولة وكل مؤسساتها ابتزاز كبيرة، وربما يحطوا بعض المكاسب السياسية لأن أهدافهم سياسية أكثر منها عسكرية. نعم،
أنت استبعدت أن تكون أيضا جماعة الحوثي متورطة في هذا العمل الإجرامي، لماذا استبعدت جماعة الحوثي؟ لأن هذا ليس أسلوبهم، وغير مسبوق استخدام السيارات المفخة وتحمل المؤسسات. هم أسلوبهم آخر، القتال المواجهة بشكل واضح وصريح. وبعدين الحوثيين يتهيألي لو دخلوا في عملية قتالية حتكون أوسع من كذا بكثير، لن تكون عملية جزئية. نعم. وأنت تدري هذا الكلام يعني. المحلل العسكري محسن خسروف، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. أستاذ عبد السلام، استمعت إلى عبد محسن خسروف وهو يقول أنه استبعاد يعني أن تكون هذه العملية محضة للحوثيين، لكن لا يمكن أن يكون هناك تحالف ما بين المخلوع علي صالح وأدواته وبين أيضا الحوثيين؟ خلينا نبدأ من الشيء الذي ربما توافقنا أنا و المحلل العسكري أستاذنا محسن خسروف، وهو مسألة استبعاد تنظيم القاعدة واستبعاد الحراك الجنوبي المسلح. كوننا احنا نتكلم عن خريطة جماعة عنف في البلاد، زميلنا هو يتحدث عن يبدو إشارة واضحة للنظام على عبد الله صالح، كان إشارة واضحة، هذا مجمع عليه أنا وهو. يبقى بيننا يعني مدى الاحتمالية الحوثيين، ما هي الأدوات يعني الحوثيين، هل مشاركين أم غير مشاركين؟ هي التحقيقات التي تجرى والمعلومات الميدانية هي التي توضح. وأنا احتملت احتمال ولو بنسبة بسيطة أنه هناك تورط للحوثيين لعدة أسباب، أهمها حصول عمليات قنص وضرب رصاص من مباني معروف تواجد الحوثيين فيها في صنعاء القديمة. وهناك معلومات ميدانية بأن الحوثيين خلال الفترة الماضية في صنعاء القديمة اشتروا منازل وحاولوا أيضا السيطرة على منازل كثيرة من خلال إخراج المستأجرين منها وما إلى ذلك. هم يريدون المنطقة صنعاء القديمة منطقة مغلقة، دائرة مغلقة، سواء استفيدوا منها سياسيا في الانتخابات القادمة أو عسكريا من خلال تواجد المؤسسات العسكرية قريبة منها. نعم، لكن أستاذ عبد السلام يعني على الميدان، يعني لو كان هناك مجموعات مسلحة وإن بحجم ليس كثير يعني، لاستطاعوا أن يقضوا على من كان في مجمع العرضي، أم أن هناك يعني قوة عسكرية تم إمدادها للجمع؟ المسألة أعتقد أن ليس هناك توجه للسيطرة وإسقاط النظام بهذه الطريقة. هم يريدون إرهاق النظام، بمعنى أن هذا جزء من مسلسل كبير جدا وهو الانقلاب، عملية الانقلاب النهائي الذي يتم فيه سقاط النظام. وإحنا تحدثت عنه على صفحتي بالأمس بأنها ما يسمى لحظة الصفر خلال الفترة القادمة ما بين يناير وفبراير من العام 2014. وهذه المسألة مسألة محتاجة يعني نوع من البحث عن المعلومات الموجودة من أجل تحليل واستقراء الوضع الراهن والوضع المستقبلي. نعم. لكن أظن أعتقد أنا أن المسألة أيضا هي متعلقة برسائل واضحة جدا للرئيس هادي، وبأننا قريبين منك وفي المؤسسة العسكرية وأنك غير قادر على قيادة الدولة وبالذات القيادة للمؤسسات العسكرية. هذا الكلام أيضا تكلم عنه الأستاذ محسن وهي رسالة واضحة. وأنا أقول أيضا أن الرئيس هذه هي فرصته الآن، ما بين من الآن إلى ما تسمى لحظة الصفر فرصة هناك مواتية جدا. أنت الآن تتحدث عن خطوات إن صح القول، هي تبدأ بعملية الاستنزاف والإرهاق للمؤسسة العسكرية من أجل الوصول إلى نقطة الصفر. نعم، هو أصلا جدول متكامل، يعني بمعنى إذا كان حققوا عملية اغتيال الرئيس هادي في الفترة الماضية التي فشلت، إن حققوا عملية الاغتيال حققوا ما يريدون، وإن لم يحققوا يبدأوا بالخطوات الثانية. وهذه السيناريوهات كلها تصب في إطار عودة النظام السابق وإسقاط النظام الحالي، هذا واضح جدا للعيان. أنت تعني أن هذه الجريمة لها ما بعدها، يعني لها ما بعدها ولها ما قبلها إذا ما ربطنا. هناك عملية انقلاب، محاولة انقلاب تمت أكثر من تقريبا 3 محاولات انقلاب، من خلال عملية اغتيال، من خلال تمرد جزء من المؤسسة العسكرية أمام وزارة الدفاع سابقا، عملية أيضا تمرد كانت في 70، وأيضا العملية التي يعني سربت إلى الإعلام وهي السيطرة على العاصمة صنعاء ما بين النظام والحوثيين،
وهذه أيضا فشلت بالقبض على قيادات العسكرية كون المعلومات وصلت للرئيس هادي مسبقا. نعم، لكن من يريد الانقلاب العسكري يستحيل أن يقوم بهذه العملية بهذا الشكل المجتزأ المصغر يعني. لا، الأمر خطير جدا. هو الاستهداف ليس بمعنى أنه حصول الانقلاب حاليا، الاستهداف كان لرأس القيادة المؤسسة العسكرية، وهو رسالة توجه مثل ما كان رسالة اليمنيين في الجانب الاقتصادي، عرقلة الاقتصاد، ضرب الأنابيب بالنفط والكهرباء، هو رسالة لليمنيين المدنيين. لكن اقتحام المعسكرات واقتحام رأس المؤسسة العسكرية هي رسالة للعسكريين أولا وللرئيس هادي بأن هناك الدولة غير قادرة على السيطرة وغير قادرة على حمايتكم. هو عمليا يتجه باتجاه تفكيك هذه المؤسسة العسكرية، سواء نجح الانقلاب أم لم ينجح، لكن هو عملية تفكيك المؤسسة العسكرية. بدل الاجتثاث في العراق، هنا تفكيك للمؤسسة العسكرية، لكن بطريقة أخرى، لتستطيع أن تسيطر جماعة طائفية أو قلة على الحكم خلال الفترة القادمة. ما أما إذا بقيت المؤسسة العسكرية بهذا الشكل المتكامل، لا يمكن لها أن تسيطر الأقل على أكثرية. طيب لماذا اختار يعني المهاجمون والمجرمون اليوم أو الإرهابيون، لماذا اختار المستشفى داخل مجمع العرضي؟ يعني كان هناك بدائل كثيرة، لماذا تم اختيار المستشفى؟ بل هناك إعدامات حسب شهود عيان، إعدامات تمت وتصفية للكادر الطبي الموجود في المستشفى. يعني حقيقة لا أدري لماذا الخطوات هذه بالضبط، لماذا استهدف المستشفى العسكري، لكن أعتقد أنه لأنه الجانب الأكثر إنسانية والأقل حماية من بقية ملحقات المؤسسة العسكرية أو وزارة الدفاع، كون هذا مستشفى ومعروف أنه يتم فيه علاج الجرحى وليس فيه جانب عسكري. لكن في الأخير هو عمليا ربما وجدوا أن الثغرة هنا ونقطة الضعف هنا، هم يريدون أن يدخلوا المؤسسة لوزارة الدفاع بأي طريقة، حتى لو كانت داخل غرفة العمليات كان يعملوا التفجير داخل غرفة العمليات، لأن هؤلاء ليس لديهم ضمير. من يقوم بمثل هذه الأعمال ويستهدف مستشفى هو أيضا يعني ضميره مات عندما استهدف هذا الوطن. نعم، اسمح لي أستاذ عبد السلام ومشاهدينا الكرام أن نأخذ هذا الاتصال مع الإعلامية أميرة العراسي، والتي كانت موجودة في تقريبا إحدى المستشفيات التي تم إسعاف الجرحى والمصابين والشهداء إليها. أستاذة أميرة، بداية حدثينا عما شاهدتيه أنت في المستشفى أثناء نقل المصابين والجرحى. كنت اليوم في مستشفى الثورة العام بصنعاء، ورأيت الكثير من الجرحى الذين تم نقلهم من المستشفى العرضي إلى مستشفى الثورة. رأيت الكثير من الجرحى بشظايا برصاص. مستشفى الثورة جميع عملياتها الكبرى والصغرى كانت ممتلئة بعمل عمليات طارئة لهؤلاء الأشخاص المصابين. الكثير من هناك أطباء أصيبوا، وهناك أطباء وطبيبات توفاهم الله، مع الكثير من الممرضات توفاهم الله. كان المشهد أكثر من مرعب، مشهد مأساوي بكل ما تحمله الكلمة. يعني الكثير من الـ من الـ من الـ من العسكريين الضباط، كان الوضع وكأننا في يوم القيامة. نعم أستاذة أميرة، يعني هل شاهدت جرحى وقتلى وشهداء من يعني جنسيات أخرى غير يمنية؟ كان هناك في الطبيب الفلبيني الدكتور فنزويلا، هو يحمل الجنسية الفلبينية، إلى جانبه 3 ممرضات من نفس الجنسية فلبينيين أيضا توفاهم الله. 4 فلبينيات أيضا مجهولة الهوية بسبب طريقة القتل الوحشية، لم تظهر ملامحهم بشكل جيد. هناك هؤلاء الجنسيات التي تم قتلهم غير اليمنيين. نعم. البقية يمنيين. هناك حديث عن وصول جثث مرمية بالرصاص، يعني وكأنها أعدمت إعدام، ما صحة هذه اللمبة؟
هل شاهدت ذلك؟ في واحد من الفلبينيين عندما سمع ضرب الرصاص اختبأ، وهو من حكى لنا القصة انه اختبأ تحت احدى الطاولات عندما سمع ضرب الرصاص وشاهدهم وهم يقومون بضرب الرصاص بطريقة اي حد يعني اي شخص كان يواجههم يقومون بقتله. فالشخص هذا هو يعني يشهد على هذه الحادثة. هذا الفلبيني نقل الصورة للأطباء، والأطباء من أخبروني بهذه الرواية كانوا يقتلون الناس، يدخلون يعني كانت دخلوا إلى غرفة العمليات وهناك الأطباء كانوا يعملون عملية جراحية لإحدى المرضى، قتلوا الأطباء وقتلوا المريض على طاولة العمليات. أي ناس أولئك؟ هؤلاء مجرد حيوانات يكون قتل الناس بأي شخص يواجههم مسالم، بس بمجرد أنه بس يسمع أصوات الرصاص يعني يطلع للتأكد من مصدر هذا الصوت مباشرة يوافوهم بالقتل. إحدى الطبيبات في الصباح كانت تتصل على إحدى صديقاتها في مستشفى الثورة وتقول أن هناك ضرب رصاص، بعد دقائق قليلة يأتوا بها جثة هامدة إلى مستشفى الثورة. مشهد أكثر من مأساوي يعني. نعم، هل تحدث هؤلاء الشهود العيان عن وجود يعني مسلحين بزي عسكري أم زي عسكري ومدني أم زي مدني؟ ماذا كان يرتدي المجرمون الذين اعتدوا على المجرم؟ الشخص الذي روى لنا أنهم هم مجموعة من المسلحين كانوا يلبسون الملابس المدنية والعسكرية مع بعض، عملية تمويه لا تستطيع أن يعني تدعيهم وتقول لهم أنهم مدنيين أو أنهم عسكريين، فكانوا يلبسون الزيين مع بعض، يعني كانوا يلبسون الجاكيتات اللي هي العسكرية ومن تحت اللبس المدني وكانوا ملثمين. نعم، أخيرا أستاذ أميرة، من خلال ما شاهدتي أنت، هل يمكن أن تجزمي لنا عن نوعية الأسلحة التي استخدمت، أو يمكن أن تلمحي إلى نوعية الأسلحة التي استخدمت؟ هل هي أسلحة ثقيلة؟ هل هي قذائف أر بي جي أم أنا لا أفهم بنوعية حديثة. الأسلحة، ولكن هناك شخص تم تفجير رأسه بطريقة بشعة، لا أدري ما هو السلاح المستخدم، ولكن الحالات التي وصلت وإحداها التي شاهدتها بأم عيني في 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 ثلاجة مستشفى الثورة الرأس مفجر. أميرة العراسي الإعلامية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أستاذ، كما سمعنا هذه الشاهدة وهي تروي تفاصيل ما حدث، يعني هل يمكن أن نقول نجحت العملية أو إلى أي مدى فشلت؟ طبعا العملية لم تنجح، إنما نقول أنها فشلت إذا كنا نتصور أنها محاولة انقلاب وسيطرة على المؤسسة العسكرية، لكنها في إطار المسرحية العامة هي جزء من العملية، وإذا فشلت هذا الجزء هو لم يفشل بقية التوجه للانقلاب على مؤسسة الرئاسة وعلى نظام الرئيس هادي حاليا. ولذا من المهم الرجوع إلى مسألة عملية الاقتحام وكيف تمت، هذه كلها التي تتحدث عنها الأخت، وبهذه الطريقة يعني تشير فعلا إلى أن هؤلاء ليسوا متدربين، إنما هؤلاء خبراء، ليسوا ناس عاديين، يعني ناس فرق خاصة متدربة على كل أنواع الأسلحة ومتدربة على الهجوم والاقتحامات، وهذه لم تتوفر فأعتقد في البلاد هذه إلا جهات معلومة واضحة جدا من تم تدريبهم في نظام السابق. طيب أستاذ عبد السلام، كيف تقرأ إلى جانب من يتم تدريبهم في الخارج أيضا؟ نعم. كيف تقرأ يعني ردة فعل المؤسسة العسكرية تجاه هذا الهجوم وهذا الاعتداء؟ يعني تم السيطرة على الوضع باكرا، وتم أيضا ملاحقة العناصر إلى الحارات وإلى يعني مسافات بعيدة. أولا أقول أن يعني هذه المسألة لا تعيد الثقة للمواطن اليمني. ما يعيد الثقة للمواطن اليمني هو التحقيق بجدية فيما حصل وإخبار المواطن اليمني بكل تفاصيل المعلومات التي حصلت على أساس تكون هناك ثقة. كل هذا الكلام الآن لن يعيد الثقة بهذه الطريقة. و صحيح يعني المؤسسة العسكرية في الأخير أفشلت هذه الجزئية، لكن يظل المواطن ثقته شبه منعدمة بالمؤسسة العسكرية ما لم يكن هناك توضيح لكل ما حصل، لأننا كنا ننتظر عن العمليات السابقة التي حصلت يقولون من يقف وراها. الرئيس هادي أنا أعتقد أنه حريص جدا على الحوار الوطني وإنجاح الحوار الوطني، وهو لا يريد أن يتهم جهة
حتى لا يكون لها مبرر بالانسحاب من الحوار الوطني. لكن بيان وتقرير مجلس الأمن في والتقرير الأخير واضح جدا العيان أن قيادة النظام السابق تحاول عرقلة الحوار الوطني، وعلى الرئيس هادي أن يقول لنا من يقف وراء هذا الحدث الآن قبل أي شيء. كيف تقرأ رسالة الرئيس عبد الرب منصور هادي بحضوره إلى موقع ومسرح الجريمة، وأيضا كان هناك إطلاق؟ هذه أقوى رسالة حقيقة، هذه أقوى رسالة التي أستطيع أن أقول أنها يعني تعيد نوعا من الثقة، ليس كل شيء. وجود الرئيس هادي يعني أثناء ولا زال طلق الرصاص موجود، لا زالت الاشتباكات موجودة، وهو موجود في مكان الحدث والجثث لا زالت متناثرة على الأرض، هي رسالة واضحة لأن من قام بهذه العملية بأن الرئيس الهادي سيتكفل بملاحقتهم شخصيا، وبالتالي على الرئيس هادي أن يشكل المؤسسة العسكرية لتكون تبع قيادته ولا أن تكون تبع جهات خارج النظام حاليا. يعني مفاد هذه الرسالة أن أنا موجود، أنني موجود وأني سألاحق، سألاحقكم أنا بنفسي. نعم، ما انعكاس هذا الحادث بشكل عام على مجريات مؤتمر الحوار الوطني؟ يعني هو عمليا كل الحوادث الأمنية، هل يمكن أن تعرقل مؤتمر الحوار الوطني؟ لا 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 لا، لا يوجد أي شيء يعرقل الحوار الوطني، لأنه ليس أمام اليمن إلا أن ينجح الحوار الوطني، أما دون ذلك فهو ذهاب اليمن إلى حرب أهلية، وبالتالي المجتمع الدولي ليس أمام إلا دعم اليمن في إنجاح الحوار الوطني، وبالتالي ليس هناك أي عمل يفشل الحوار الوطني هذا أو غيره. حتى الانقلاب إذا ما تحقق الانقلاب في الأخير لن يذهب لإفشال الحوار الوطني، وأنا أقول مثل هذا الشيء إذا حصل ستذهب اليمن لحرب أهلية إلى الهوية، لن يكون هناك متسع من، ليس أمام اليمنيين إلا أن ينجح الحوار الوطني، وليس أمام اليمنيين إلا أن ينجحوا لقيام دولة، ما دون ذلك هو ذهاب البلد إلى حرب أهلية. وأعتقد من يفكر بالعودة من النظام السابق أو غيره هو يفكر بذهاب البلد إلى حرب. نعم، في خطاب نشر على بعض المواقع الإلكترونية أن علي صالح أمهل عصاباته أو جماعته 80 يوم من أجل إسقاط العاصمة صنعاء. ليس أمهل، وإنما هي خطة أصلا متكاملة مستمرة ل3 أشهر. 3 أشهر هذه تنتهي في فبراير تقريبا القادم، وهو ميعاد احتفالات اليمنيين بثورة 11 فبراير السلمية في 2011، ويريد أن يسقط فرحة اليمنيين بالانقلاب، بنجاح الانقلاب عن طريق السيطرة على العاصمة، وهذا كل اللي حصل هو جزء من الانقلاب الكبير، وهو الآن يمر بنفس السيناريو اللي مروا به في مصر، بحيث أنه يعني استخدموا تاريخ معين لإعادة ما يسمون الاعتبار للنظام السابق عن طريق ثورة شعبية، واستخدموا هناك الانقلاب العسكري سبقته سيناريوهات الجانب الشعبي، هنا يستخدم ذات السيناريوهات اللي حصلت أيام الثورة، يستخدم التجويع وإخافة المواطنين وعملية الفرقعات والقتل والاغتيالات هنا وهناك، وقطع كل موارد الدخل خزينة الدولة من نفط وقطع خدمات مثل الكهرباء، ومن ثم يعمل إرهاقات للمواطن، ومن ثم بعد ذلك هو يتجه باتجاه المؤسسة العسكرية لتفكيكها، ومن ثم حصول لكن ما يريده. لكن عفوا أستاذ سلام، من يريد الانقلاب عسكريا أو حتى بشكل بغطاء شعبي إن صح القول، لا يمكن له أن يجتمع في اجتماع لحكومة ظل ويكون عبر شاشات الإعلام. المخلوع علي صالح يجتمع بما سماها حكومة الظل، ما معنى هذا الكلام وهل يمكن إسقاطه على واقع اليوم؟ لكن هذا الكلام لم يسرب في الاجتماع، يعني هذا هو تسريبات وسائل إعلامية، مسألة الانقلاب والثمان يوم والسيطرة على العاصمة صنعاء هي تسريبات من داخل غرف مغلقة، وصالح هو يشعر تماما أن الآن هو يعني هناك استخبارات عليه، وتوصل المعلومات إلى الرئيس هادي مثل ما هو كان من قبل تصله، وأعتقد أن عملية إفشال الانقلاب خلال الفترة الماضية وخلال الشهر الماضي مع عيد الأضحى كانت واضحة جدا أنه مهما خطط المعلومات موجودة، وبالتالي هو لن يخرج المعلومات بهذه الطريقة. لكن
مسألة اجتماع بحكومة ظل وما إلى ذلك، هو عملية طبعا مزايدة وإظهار أنه لا زال القيادي لأي تغيير قادم أو خلال الفترة الماضية، بحيث أن اليمنيين الذين شعروا ببعض من حالة الفشل أو يعني الحيرة أمام الحكومة الحالية والعجز بالذات في الجانب الاقتصادي، لا يرون إلا أن الرجل المناسب هو أن يعود، عليه أن يعود وهو يقدم نفسه. نعم. لكن الحقيقة غير ذلك. أستاذ عبد السلام، تناقلت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن تسلم الرئيس عبد الرب منصور هادي تقريرا يحمل معلومات استخباراتية لأجهزة دولية يحذر من مساع وخطط لإشاعة الفوضى تقف وراءها قوى مناهضة للحوار الوطني مخرجاته. وكان الرئيس عبد الرب منصور هادي في كلمته الأخيرة التي كانت يوم الخميس أمام الكليات العسكرية قال أنه يجب على الجميع تجاوز كل العوائق المصطنعة، وقال إنها امتدت إلى مختلف الجوانب من خلال استهداف الخدمات العامة ومن خلال عمليات القتل الممنهجة لرجال الأمن والجيش والمدنيين والسياسيين ومحاولات نشر الفوضى في الشارع اليمني لإرباك عمل الحكومة. هل فعلا يمكن أن نقول الرئيس تسلم هذه المعلومات الاستخباراتية وكانت هناك مؤشرات لما حدث وسيحدث في المستقبل؟ أولا دعنا نتحدث أن هذا كل ما يقال تسريبات إعلامية، قد يكون صحيح وقد يكون غير ذلك، لكن الأهم لكنها تعطي مؤشرات. الأهم أنها تعطي مؤشرات أن هناك توجه من قبل جهات معينة لإسقاط نظام الرئيس هادي. وأيضا هناك مسألة يجب أن نؤمن بها، وهو أن المجتمع الدولي هذا هو يدعمك إذا ما كنت قويا وفارض أمر واقع في الميدان. أما إذا كنت ضعيفا وعاجز في على فرض أمر واقع، فبالتالي هو يتخلى عنك، وبالتالي الخارج قد يحذرك لكنه لن يدعمك. لذا على الرئيس هادي أن يتجه لفرض أمر واقع في الميدان. نعم. ما علاقة يعني ما جرى اليوم من عملية إجرامية مع اجتماع بن عمر بالأمس مع القوى الدولية؟ وأيضا اجتماع وزير الدفاع موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الاجتماع مع عسكريين في مسألة المساعدات العسكرية والدعم العسكري لليمن. كل هذا يثير دائما مخاوف الجهات التي لا تريد تجارب يمني مع دولة عظمى مثل أمريكا، ومعروف الطرفين يعني الحوثيين ونظام صالح كانوا يريد، وبالتالي هم أيضا يدفعون بالسعودية لأن تكون في الوسط، يعني باعتبار أنه أن 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 يفترض أن يأتي التعاون عن طريقها فقط. هذه مسألة خطيرة جدا. كانت رسالة واضحة بشكل عام أن هناك يعني غضب من قبل النظام السابق، وأعتقد هي سيعبر عنها، عبر عنها اليوم ويعبر عنها في نعم. إلى أي مدى يمكن تقارب الحوثيين مع النظام السابق، خاصة مع خطاب عبد الملك الحوثي الأخير وتهديداته يعني بنقل المعركة إلى مناطق أبعد وكذا، وأيضا مركز أبعاد الذي ترأسه حذر من هذه النقطة بالذات بنقل المعركة إلى صنعاء، بينما عبد الملك الحوثي يعني هدد يعني باقتحام مؤسسات عسكرية تستخدمها الدولة في غير مواقعها، وأيضا يعني في إشارة إلى البنوك. ما رأيك إلى أي مدى هذا التحالف بين الحوثيين وبين المخلوع، إلى أي مدى إلى أي مدى يمكن التقارب بين وجهتي النظر؟ المسألة متعلقة بتحالف مصلحة وليس تحالف استراتيجي. كان هناك خصومة بين علي عبد الله صالح والحوثيين في الفترات الماضية وحروب ودماء بينهم بغض النظر عن طريقة استغلالهم، لكن الآن حقيقة هو تحالف مصلحة ضد قيام دولة. نعم. من يستخدم من؟ اسمح لي ولو أعد صياغة السؤال، من يستخدم من؟ هل الحوثيين يستخدمون علي صالح أم علي صالح يستخدم الحوثيين الآن؟ الحوثيين يستخدمون نظام صالح في مسألة النفوذ داخل المؤسسة العسكرية والمدنية، لكن الحقيقة من دائما جماعة العنف هي الخاسرة وهي المستغلة، والحقيقة يعني بشكل واضح أنه نظام صالح هو الذي يستغل الحوثيين لتنفيذ بعض الأجندة مثل ما استغل تنظيم القاعدة في كثير من الأحداث. نعم. بما أن الأمور تتجه بهذا المنحى الذي تتحدث عنه، ما الذي يجب على حكومة الوفاق اليوم؟
لا أقول حكومة الوفاق، ليس هناك قرار يستطيع أن يفرضه في الأمر الواقع إلا الرئيس هادي. على الرئيس هادي أن يعيد نظرته لهذه الجهات التي تقوم باستخدام العنف، وأن لا يخضعها لمسألة لجوانب سياسية في مسألة توازنات تخضع للحوار الوطني. نحن على وشك نهاية الحوار الوطني، وبالتالي من يريد أن ينسحب فلينسحب من الآن، ومن يريد أن يبقى فليبقى، من لا يريد دولة بالتأكيد سينسحب. أما إخضاعها وبقائها كمجاملة، عملية مجاملة لبقائهم في الحوار الوطني، وهم أصلا لا يريدون دولة، لأن بناء الدولة لا يخدم جماعة العنف. جماعة العنف لا تسيطر إلا في ظل غياب الدولة، وبالتالي على الرئيس هادي أن يتجه لبناء الدولة. وبناء الدولة محتاجة لذراع عسكري أمني قوي جدا يكافح الجريمة ويلاحقها، ويكافح التمرد ويلاحقه، ويمنع الاختراقات الأمنية والعسكرية داخل، بالذات داخل المؤسسة العسكرية. نعم، ما هي التداعيات الأخرى التي يجب على عبد الرب منصور هادي أن يعني يسيطر أو يلم بها بعيدا عن الجانب العسكري فقط؟ يعني عليه أن الرئيس هادي عليه أن يعرف أن الثورة المضادة هي تستخدم أسلوب الثورة تماما. هناك طبعا يعني النظام مع الفارق، يعني لا مع الوسيلة، مع استخدام الوسيلة. هناك تستخدم وسائل سلمية، مثلا الناس عندما خرجوا تمردوا على نظام علي عبد الله صالح خرجوا سلميا. كان في 2011 أقل عام فيه ثارات قبلية، أقل عام فيه جريمة، أقل عام فيه أحداث أمنية، باستثناء الأحداث الذي كان يقوم بها الحرس الجمهوري لقتال المواطنين سواء في أرحاب أو الحصبة، لكن كأحداث هي الأقل مستوى. لكن نحن في 2013 تمرد العكس، الثورة المضادة ارتفع فيها معدل الجريمة، ارتفع فيها معدل الاغتيالات، ارتفعت معدل اقتحامات معسكرات. وهذه المسألة بالتالي هو يعني على عبد الله صالح هو يستخدم نفس الأسلوب في مسألة في جوانب مثلا الاقتصاد. يعني هو حتى المثورات، يعني استغلال المثورات، المثورات استخدموا للاغتيالات لأن المثورات كانت وسيلة من وسائل الثورة في مسألة معالجة الجرحى وإسعافهم وكذا. هنا استغلال أيضا لمسألة يعني التظاهرات السلمية التي كانت تأخذ ساحات معينة واضحة جدا دون أن تقطع الطرق، فهو تقوم عمليات بقطع الطرق في عدة أماكن، تقوم عمليات باغتيالات، تقوم هذه الأشياء كلها. هو يريد في محاولة للعودة بنظامه بظاهرة رضا شعبي، فهو يستخدم مثلا مسألة النفط والاقتصاد وإرهاق المواطنين اليمنيين من الغلاء والمعيشي، من عدم استقرار الموازنة العامة للدولة، من هذه كلها يريد فيها انعكاس سخط على هذا النظام، مثل ما كان هناك سخط على نظامه. وحتى هناك استغلال لبعض شباب الثورة الذين قام بشكل يستغلوا في إعلاميا، بحيث أنهم يقوموا يرون أن مكونات الثورة هم العدو، وهو المسألة متعلقة بمصالح شخصية آنية ليس إلا. أخيرا أستاذ عبد السلام، من لإجمال هذه الحلقة وهذه التغطية الخاصة، يعني حدث اليوم وتداعياته التي لها ما قبلها ولها ما بعدها، وتحدثت أنت عن يعني ما الذي يجب على رئيس الجمهورية الآن، هل يمكن الانتظار إلى مخرجات الحوار الوطني للبدء بعمليات حاسمة من أجل استقرار اليمن، أم أنه لابد من عمليات أيضا مصاحبة في العمليات للحوار الوطني؟ أولا أشير أنه مرحلة التحولات السياسية الديمقراطية في كل دول العالم أو كثير من دول العالم التي انتقلت هي تمر دائما بمراحل حرجة، تمر بجوانب أمنية، وتمر باغتيالات، وتمر بانقلابات وشبه انقلابات. لكن ما يجب يعني النظر إليه إلى أننا ونحن نخطو لبناء الدولة ونخطو لإنجاح مرحلة التحول السياسي الديمقراطي في البلاد، علينا اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذا الجانب، إجراءات اقتصادية للحفاظ على مستوى المعيشة، وأيضا يعني إيجاد صورة جيدة للدولة عند المواطن اليمني وإشعاره باحتياجاته الأولية شبائها الأمن والمعيشة والصحة والتعليم. ومن ثم أيضا نتجه إلى الجانب العسكري أثناء الانتقال للحفاظ على المؤسسة العسكرية كاملة،
دون تفتت، دون تمزق، وايضا دون اختراق، ودون ايضا حتى الاشخاص والقيادات التي لا زالت ترغب في العمل مع النظام السابق، على الرئيس ان يستبعدها تماما ويعزلها عن المؤسسه العسكريه حاليا. نعم، الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونسأل من الله عز وجل أن يعم الأمن والسلام والاستقرار على بلدنا الحبيب اليمن. يتبعكم الزميل محمد الضبياني بعد قليل في حديث الصحافة. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.